السلام عليكم. هادشي اللي قلتها خيرها كاين، ترى الناس اشكال طراليه والله يهديهم خلق. المهم ام قراره توفى، ولكن الريش والعوفير والدار الاخرى الحمد لله ما طرا لهم والو، راه مضروبين شويه. يالله السلام عليكم. الهضره ما كايناش استعماد. انا هضرت مع الدراري اللي راهم تما، قال لي كاين شي لي كو دايرين فيها رالونتيسمون 60، وداك 60 محيد. قال لي هما فاتوا فيها الصباح في التران دو لين، فاتوا بلا فيتاس 120. قال لي العباد تما التران، قال لي لي فواياجور كاع بقاو يحيحوا على بريجات. قال لي صافي جاهم مورا التينير، التينير راك عار خفيف هادي ما دايرينش داك 60 تما، واقيلا التينير عاطينا 160 ولا 120 حتى هو في داك لي كو جابها. قول لي التعريف اخي، راه مقران ماشي راه شافتر ماشي ميكانيسيان. وين لله وين راجعهم لله، اعطاو لله ما اخذ. او اخويا راه تاع ديال القيتاني باش يتجمعوا الاخوان ويهضروا على حقهم. يا الله ما يسير. السلام عليكم اخويا. سمعت امقران والريش كنعرفهم بجوج، بعد الريش خدمت معاه درويش ديال الفوقيله راه مات، هو امقران عا كنشوفه عمري خدمت معاه الله يرحمه مصاب. خويا داك المشكل بقنا راه هو اللي ضربنا عليه صاحبي داك النهار لي جونس، فاش قلت لكم قالوا لي هبط ديري في لي قوي، راه عندهم اخويا ديك التخربيقه تما ومخليين انت دوز ترام ترام بغاوش يصلحوا داكشي. راه عندهم ديك سواسون ديك المية مية ديما ديما طافية، داك لي قوي كيمشيو فيه بمية ديما طافية صاحبي ديما طافية، والكاري تيبقى يشعل لك فوجك وملي كي ولي قوي كيبقى مزعزع صاحبي. ما فهمتش انا مال هاد الناس. شوف حنا نهار جبنا فيه من نهار الجمعة ما قدوش يصلحوا المشكل من الجمعة.